نحن يعني فورا لبينا النداء وفي كتير أشخاص إجوا، لأنه السور هو أرث مدينة وتراث مادي، لازم نحن نحافظ على هذا الشيء ونمنع تذمره أو نفيه. نحن كفنانين تشكيليين مشاركين بهاي الحملة، كونه نحن أكثر فنانين نترك بصمة برسم المعالم الأثرية في محافظة الرقة. نحن لازم نكون مشاركين بترميمها وبدعمها وبتسليط الضوء عليه. الأولى كانت في عام 2023، هو ترميم الجدران بين الأبراج 9 و10 و12 و13 وأيضا البرج 14. طبعا المرحلة الثانية كانت في شهر نيسان من عام 2024، هو ترميم الجدار بين الأبراج 17 و18 للحفاظ على المواقع الأثرية. يوم جميل، يوم تطوعي جميل جدا، اندل يدل على وعي الشباب وحسهم بالمسؤولية تجاه حضارات والأوابد الأثرية الموجودة بمدينتهم. هاي فرصة لهم ليثبتون أنفسهم كقادة مجتمعيين حقيقيين وأنهم فعلا هم قادرين على التغيير.